الاستقرار والصمود وحقنا سيعود. أستاذ، علاش هذه الوقفة اليوم في قلب محكمة السيناء؟ من طرف نقابة ديمقراطية العدل وقفي فيه اليوم. تفضل اليوم وقفة احتجاجية والإضراب ديال الثلاثاء والأربعين والخميس بناء على اتفاق اللي تم بين وزارة العدل والنقابة ديمقراطية العدل اللي تقريبا هذه سنتين كانت تنتظر التسجيل ديالو من طرف وزارة المالية. لحد هذا الوقت الاحتجاجية لحد الساعة لم تستجيب وزارة المالية للمطالب ديال وزارة العدل. هذه المطالب اللي كنلخصوها حنا فينا في زيادة في الحساب الخاص 13 14 كما يسمى بعامية، تعويض عن المهام القضائية، تعويض عن البذلة ديال الحساب الطاب، الرفع من الحساب الخاص. يعني هذه كلها واحد التعويضات اللي ما كتشكلت واحد العبء كبير على المالية، في حين كنا أنا كنشوفوا قطاعات أخرى استفدت من التعويضات هذه. لا وزارة العدل منذ 2011 لمدة 16 عام من 2015 إلى يومنا هذا لم تستفيد كتاب الطب ولو بدرهم واحد. يعني هذا احنا مستمرين في هذه المعركة النضالية إلى حين إخراج النظام الأساسي، وكنتأسفوا على التوقيف ديال هذه الجلسات لأنها خارج على الإرادة ديالنا. كنعرفوا أن المسار اللي اتخذته النقابة الديمقراطية العدل أن بداية الاحتجاج كان عبارة عن شارة، يعني وكان واحد عبء حسنية ووقفنا المظاهر الاحتجاج إلا أن المالية تلكأت ولم تستجب هذه المطالب. شكرا. يقول البعض بأنكم بالطبع متفق تشتغل معنا في النيابة العامة محكمة السيناء، يعني تعرضت للعزل من طرف وزير العدل علاش؟ لأسباب معنا لا تستحق هذا القرار. يعني هذا القرار كان جائر حق هذا الموظفة لأن كنعرفوا كاين تدرج فيما يخص العقوبة التعذيبية. السيدة من الإنذار والتوبيخ في نزول العزل مباشرة، يعني نحن نتساءل عن سبب هذا العزل وكيفية إحداث هذه اللجان المتزوجة أعضاء اللي قررت هذا القرار. شكرا. يقول البعض انكم تساهمون تمديد الزمن القضائي. نعم. يقول البعض بانكم تساهمون تمديد الزمن القضائي. للاسف هنا كما قلت سابقا اننا بدينا حسن النيه ديالنا وبدينا برفع، يعني درنا في الاول غير الشاره كشكل احتجاجي من اسباب احتجاجيه
الا انه وزاره الماليه او وزاره الماليه هي التي خلقت هذا المشكل اللي كاين كيعيش القطاع حاليا. وزاره العدل متجاوبه مع المطالب ديالنا، وافقت على في اطار الاتفاق اللي مرت عليه سنتين، يعني سنتين وحنا نضمن مصادر اخراج هذا الاتفاق الحي. لحد الساعه هناك لا زال تلفع من طرف وزاره الماليه. Hey!